الراجل ده كده، الراجل ده لسه طالع من الحمام، وده الحمام اللي هو الباب اللي هو مفتوح نص، الباب مفتوح نص ده هو ده الحمام. انت بتقول مفيش ايه المستوى في المستوى بتاع القهوة دي يعتبر ايه؟ بص المكان ده انا اول مرة اقعد في مستوى زي ده. اول مرة ايه؟ اقعد في مستوى زي ده. مستوى حلو ولا مستوى ايه؟ والله بص لو صورت المروحة اللي فوق. انت عندك كام سنة دلوقتي؟ عندك 58. بص على ما بص على المروحة دي، ما حصلش ان انت قعدت في اكثر من كده. انا عمري ما شفت مروحة اللي مزورة. وبعدين بس لو بعدين ده الراجل ده بيشوي ايه؟ حفرية لو قفلت. حفريات تحتنا هنا؟ ده الراجل ده بيشوي حاجة. ليه؟ لسه صور واحد وهو بيخش الحمام، اللي هو الحمام ورا الحيطة كده، وعبارة عن بوكس. It's a box with a door that has a hole. And you can see the guy head up and down and everything. The only thing اهو بص واحد داخل اهو الحمام ده كده، هو داخل الحمام. اخش اصوره بقى واسمع الصوت. انا بسمع الصوت. بس اشوف اللي داخل الحمام ده هيطلع ازاي. اتفرج عليه وهو جوه الحمام. خدت بالك؟ وده هنا ال فين يا عم القطط؟ القطط اللي كانت بتطلع من هنا وتطلع اهي. ده حاجه ممتازه. بص بتنط من هنا لهنا، عارفه بتروح فين؟ يا عم انا في قطط. يا اه اه